جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واخيه سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولي عهد دوله الكويت الشقيقه. واعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال عن اصدق التعازي لسمو ولي عهد دوله الكويت الشقيقه بوفاه الشيخ منصور الاحمد الجابر المبارك الصباح. سائلا المولى جلت قدرته يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه وأسرة الصباح الكرام جميل الصبر وحسن العزاء وقد أعرب سمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعازي سموه ومشاعره الطيبة ضارعا إلى المولى عز وجل يحفظ سموه ويمتعه بدوام الصحة والعافية